تقلقيش، ان شاء الله هنلاقوا حل. هي ليه عماله تقفل من كل حته؟ ظاهر كده ان ابويا مكتوب عليه انه يكمل حياته في السجن، ورشون لو حلفنا له ان البضاعه اتسرقت مش هيصدق، هيفتكر ان احنا بعناها من وراه، عمره ما هيسيبنا في حالنا. قلت لك ان احنا لازم نسافر ونسيب البلد وانت مش عايز تقتنع. هروبنا معناه ان احنا بعنا البضاعه لحسابنا وقبضنا الثمن، ورشوان مش هيسيبنا، هيفضل يبرم ورانا لحد ما يعرف مطرحنا.